أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في تغطيتنا المستمرة لتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتطورات على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة. متى وكيف ستنتهي المعركة والعدوان الإسرائيلي على غزة؟ هل ستستطيع المقاومة الفلسطينية الصمود والانتصار في ظل الدمار والحصار والعدوان الإسرائيلي الذي بات يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية؟ أين تتجه الأمور جنوباً؟ هل تتصاعد وتيرة الاشتباكات ما بين حزب الله والعدو الإسرائيلي لنصل إلى مرحلة المواجهة الشاملة؟ هل بات وقف إطلاق النار في غزة ما زال بعيدا؟ وهل ستنجح جهود الدولية في تطبيق هدنة إنسانية ولو مؤقتة؟ كل هذه الأسئلة سنناقشها مع الصحفية والكاتبة السياسية الأستاذة سوريا عاصي. أستاذة سوريا أهلا وسهلا فيك على شاشة تلفزيون لبنان. التطورات متلاحقة وكبيرة جدا، لكن البداية تكون دوما ودائما مع فلسطين. الإجرام الإسرائيلي يتواصل، العدوان يتصاعد، التوغل البري بدأ منذ فترة والعدوان الإسرائيلي مستمر. يعني المقاومة تحاول الصمود وتحاول تكبيد العدو الإسرائيلي الخسائر، كيف تقيمين مشهد هذه المواجهة؟ يعني المشهد هو في مجزرة مثل ما قلت، عدوان وليس حرب، لأنه ما في تكافؤ بموضوع الحرب. ليس حرب الأيام الستة على الدول العربية، على الجيوش العربية، لا. اليوم اللي عم نشهده هو إبادة للأطفال، للنساء، للعائلات في غزة، للمستشفيات، للأطباء، يعني صرنا عم نشوف الكل في عداد الشهادة، وأنه آلة قتل مدمرة اللي هي آلة القتل الغربية العربية الإسرائيلية على شعب فلسطين وشعب غزة. أستاذة سوريا، وفق تحليلك ومعلوماتك، هل المقاومة الفلسطينية قادرة على الصمود؟ العدو الإسرائيلي بدأ يدخل إلى مناطق في غزة ويسيطر عليها، هل حماس قادرة على إجبار العدو الإسرائيلي على الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها؟ يعني هل حماس قادرة على الصمود والانتصار في هذه المعركة؟ لحد اليوم اللي عم نشوفه بفلسطين وبغزة تحديدا هو أنه حالة صمود، يعني ترفع لها القبعة، ننحني إجلالا أمام هذا الشعب العظيم، الشعب الصامد اللي عم يطلع من تحت الأنقاض رافع شارة النصر. وعم نشوف ما زالت الصواريخ عم تنطلق من غزة، العمليات، الخسائر للجيش الحرب الإسرائيلي، يعني إلى درجة أنه الإسرائيلي صار عم ياخد هذه بروايتهم بسرديتهم بأنه حماس تأخذ الأطفال دروع بشرية وتأخذ المدنيين دروع بشرية. هن اضطروا من تحت وطأة ضربات المقاومين الفلسطينيين من مسافة صفر كانت عليهم، لأنهم مختبئين بملالاتهم وآلياتهم، اضطرهم أنه ياخذوا الشعب بغزة، المدنيين في غزة، النساء والأطفال والعجائز كدروع بشرية. وشفناهم حتى بمستشفى الشفا اللي اعتبروها مركز قيادة ومركز كمان، يعني أخذوا الأطفال الخدج رهائن بالحديث عن مستشفى الشفاء، دروع بشرية. لماذا العدو الإسرائيلي يعني كأنه يقاتل مستشفى، وكأنه وضع هدفا واحدا وهو مستشفى الشفاء؟ هو يقاتل الهدف الإنساني بشكل عام، ويعلم كيف يوجع العالم، وأنه أنت أمام مشهد الأطفال الخدج بالحاضنات في مستشفى الشفا وفي مستشفى الناصرة وكل مستشفى ناصر. كل هذه المشاهد بتقلك أنه هذا قاتل، هذا العدو يقتل ولا يقاتل، أنه مش قادر أمام بطولة المقاومين الفلسطينيين، أمام هذه مش قادر يتحمل نظرة الطفل الفلسطيني اللي عم نشوفها كيف رح يكبر وينتقم لأبوه اللي استشهد قدامه أو لأمه اللي استشهدت أمامه.
فهيدا انه ما في حرب. نحن اللي عم نشوفه إبادة جماعية، حرب ضد الأطفال، حرب ضد الإنسانية. يعني لحد الآن بعده ما قدر يفسر لنا ولا يفسر للعالم أجمع شو الهدف من دخول المستشفيات ومن هذه المسرحيات الهزلية اللي بثلاث دقائق عم يفتحوه فيها العالم. بالإذن نحن سينضم إلينا الزميل رامي ظاهر من الحدود الجنوبية لموافاتنا بآخر المستجدات على هذه على صعيد الجنوب. رامي، كيف هي آخر الأجواء عندك وما هي آخر التطورات؟ لؤي، تحية لك، تحية لضيفتك الكريمة لؤي. يعني قبل قليل كان هناك استهداف مباشر من قبل العدو الصهيوني لبلدات يعني كفر كلا العديس، الخيام، كفر شوبة، أطراف هذه البلدات، وأيضا في القطاع الأوسط. في حتى هذه اللحظة هناك غارات حربية إسرائيلية على عيت الشعب واللبون بالقطاع الغربي وفي بلدة كفر كلا. وبحسب المعلومات يعني المتداولة هناك شهيدين وجريح، تم نقلهما إلى مستشفى مرج عيون الحكومة. أما في القطاع الشرقي ومكان ما منوقف نحن، كان هناك استهداف مباشر على طول هيدا الخط، يعني قبل ساعة أو ساعتين من هلأ. فينا نقول إنه هون الوضع هادئ نسبيا، بس ولكن مع استمرار يعني استمرار طائرات التجسس الأمكال معروفة هون عند الناس بالشريط الحدودي، إنه هي خطرة جدا على كل من يتحرك. يعني يمكن نحن محل ما نحن واقفين هلأ أكيد مستوطنات المطلة، مسكف عام، كل هيدي مواقع إسرائيلية موجودة مقابلة لبلدات كفر كلا، العديسي، مرج عيون، الخيام، إبل السائل، الأيعة، كل هيدي بلدات معرضة بين لحظة والتاني يتم استهدافها من قبل مواقع العدو الصهيوني، وأيضا من قبل المسيرات اللي بنشوفها وبنسمعها دائما وقريب كتير منا يعني وبسمانا الإسرائيلية. لؤي، ونطلب منك توخي الحذر والسلامة. يعني الأوضاع أيضا على الجنوب لم تهدأ، حزب الله يوميا يشن العمليات ضد العدو الإسرائيلي. هل برأيك هذه العمليات لها فائدة كبيرة، خصوصا أن البعض يشكك أو يعتبر أن هذه العمليات غير كافية؟ ما ردك على هذا الكلام؟ طبعا يعني نحن مش بموقع لا تشكيك ولا في شهداء عم يرتقوا على أرض الجنوب وعلى طريق القدس، وبالتالي يعني ما في داعي لكل هذا التشكيك وهذا يعني قلة الذوق يعني بهذا المحل. لا، هناك حالة حرب في جنوب لبنان، وعلى مسافة يعني 105 كيلومتر مثل ما شرحوا لنا وأكثر، لأنه بلشت توصل إلى البقاع الغربي. هناك عدوان إسرائيلي متكرر، يعني حتى مرور الأمكة، حتى ولو كانت لم تستهدف فهي تشكل خطأ وأرق عند الجنوبيين، بمعنى أنه هذا عدوان واختراق للسيادة اللبنانية وعدوان يومي نحن عم نشهده، عم تعتدي على الأطفال، عم تعتدي على الصحفيين، عم تعتدي على أي شيء يتحرك في جنوب لبنان. وبالتالي وضع المقاومة في جنوب لبنان أو عمليات المقاومة في جنوب لبنان تؤلمهم، تهدد وتشغلهم. يعني السيد نصر الله تحدث عن إجبال، ولذلك هم ينتقمون بالأطفال، كما قال زميلنا وائل الدحدوح في غزة حين قتلوا أولاده وعائلته، وقال ينتقمون منا بالأطفال. وفي لبنان بنفس الحالة، حين يألمون من وقع ضربات المقاومة هم يردون بالانتقام بالأطفال هل تعتقدين أن المواجهة في جنوب لبنان ستبقى ضمن قواعد الاشتباك أم أنها قد تتطور إلى اشتباك كبير؟ هم يعني خلينا نسمع جيدا لبيانات المقاومة أو حتى الخطابات، خطاب أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله حين يتكلم عن أنه الأمور تتدحرج، لأنه لبنان ولا مرة هو اللي بيقرر موضوع الحرب والسلم، هو يستطيع أن يصد العدوان، أن يردع المعتدي، والحرب
هي إسرائيل هي التي تعتدي. هذا عادة، إسرائيل لكن حزب الله عادة ودائما واليوم الآن أليس يملك زمام المبادرة؟ هل يمكنه أن يعلن أيضا أنه سيدخل المواجهة مباشرة؟ هو دخل المواجهة مباشرة، يعني حتى العمليات يعلن عنها، ليس ضمن مساندة دعم لغزة، لأطفال غزة، لا لغزة، لشعب الفلسطيني، نصرة على طريق القدس. هو أعلن موقفه وهو لم يكن يوما على الحياة. لكن نتحدث عن مواجهة شاملة، يعني هل ستصل الأمور إلى هذه الدرجة برأيك؟ الأمور قد تكون مرتبطة أيضا بالواقع الفلسطيني وبواقع حماس في ضمن غزة وقدرتها على الصمود. هذا يعني يقرره الميدان وتقرره المقاومة الفلسطينية، لأنه ما يجري في غزة، المقاومة التي تتصدى في غزة ليس فقط حماس، هناك القسام وهناك سرايا القدس وهناك كتائب علي أبو علي مصطفى، وبالتالي هي المقاومة الفلسطينية، وهم بصدد أنه يعملوا جبهة وطنية، حتى أن يتحدثون عن فتح منخرطة في هذه العملية. ولذلك نرى ما نراه في الضفة الغربية، والمواجهة المفتوحة حصلت بمجرد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا انخراطهم بقواتهم وبقضهم وقضيدهم وبالضباط وبالجماعات التي التحقت بالجيش الإسرائيلي، إن كانوا يهود ولا غير يهود أو قوات خاصة أو غير قوات خاصة، التحقوا في قوات التحقت بالجيش الصهيوني، جيش الحرب الإسرائيلي، وهناك بوارج وحاملات طائرات وغواصات نووية، وكل الأطلس يعني المتوسط صار يضج بكل آلات الحرب التي حصلت. عندك اليمن دخل على الخط نصرة غزة، العراق، المقاومة العراقية في العراق، بعض المشاغلات من الجبهة السورية، أطلقت بعض الصواريخ على جبهة الجولان، وبالتالي أنه المواجهة موجودة، عم نشوف تصريحات. لكن الحديث عن حجم هذه المواجهة، حجم هذه المواجهة والانفجار الكبير، هل يمكن الكبير إلى نصل إلى الانفجار الكبير؟ هل تصل إلى ممكن أن تصل إلى، بدك تشوف القرار الأمريكي، لأن بدأنا نسمع عن التراجعات حين ارتفع العلم الفلسطيني، ارتفع الصوت بالغرب، بالاتحاد، دول الاتحاد الأوروبي، الدول المشاركة في هذه الحرب. شفنا جماهير، يعني مظاهرات مليونية. صحيح. في مختلف بريطانيا دول العالم، وفي مختلف دول العالم، بأمريكا اللاتينية، بغرب آسيا وشرق آسيا، أنه كل هذه الدول صارت عم تطلع فيها الأصوات التي تقول بوقف هذه الحرب، وقف هذه المجزرة، وقف هذه الإبادة الجماعية. وهيدا اللي بده يخلي، يعني عم نشوف هذا التردد والكذب الغربي، لأنه عم نشوف بقلب مجلس الأمن بالنهاية حتى لهدنة إنسانية مش عم يوصلوا، مش عم يقبلوا بالهدنة الإنسانية إلا بكلام كذب ومنمق، وفقط لتجميل المجازر أو لمسح دماء أطفال غزة التي تلطخ وجوهها هم، عم يحاولوا يمسحوها بممرات إنسانية، ولكن عم الواقع وحقيقة التوحش الإسرائيلي عم يفضح أمرهم وشراكتهم في هذه الحرب منذ اللحظة الأولى. نعم. تحت عنوان أنه هؤلاء حيوانات وعلينا إبادتهم، أو أنه يعني بتقفل أي كلام حول موضوع عدم المواجهة أو لا. سنتكلم بالتفصيل عن العدوان الإسرائيلي على غزة، لكن بالعودة محلياً، إذا ما تحدثنا عن لبنان، هل الجبهة الداخلية في لبنان مهيئة لحرب؟ خصوصا أننا نعيش في واقع اقتصادي ومعيشي صعب. صحيح أن الحكومة وضعت خطة للطوارئ، لكن هل نحن مهيئون للحرب؟ ليك، بغزة كان في 35 مستشفى، قدرت إسرائيل يعني من أول مرة قصفت المستشفى المعمداني، قامت لقيامة إن كان بلبنان ولا بكل العالم، أنه كيف مجزرة ومشفى وأطفال وأطباء بلا حدود وغيرها، ورجعت العالم
تكيفت مع الأمر، واليوم لحد اليوم إسرائيل أخرجت 25 مستشفى عن العمل. الكنائس قصفتها، المستشفيات قصفتها. إنه بالنسبة لك إنه هيدا الخطاب، هذه الثرثرة التي تتردد في لبنان، هل نحن مهيئون للحرب أو نحن غير مهيئين للحرب؟ هل نحن نريد الحرب أو لا نريد الحرب؟ ما في حدا ولا دولة بالعالم بدها الحرب، يعني فيش غير الولايات المتحدة هي التي تعيش على الحروب بكل العالم، لأنه لا تصل إليها. وحتى إسرائيل كانت دائما تستفز مشاعرنا وتستفز إنسانيتنا بأنه الحروب دائما بعيدة عنها. اليوم إسرائيل عم إنه قاعدين كلهم بالملاجئ، من اللي بالداخل الإسرائيلي أو اللي على الأطراف. لبنان ولا مرة، يعني بال82 هل لبنان كان مهيئاً للاجتياح الإسرائيلي وتأتي إسرائيل وتحتل بيروت وتحاصر العاصمة بيروت؟ وبال2006 هل كان لبنان يعني بوضع يتحمل انه هذه الحرب التي شنت على لبنان، الا اذا كنا معتبرين هناك لبنانان؟ وبالتالي انه حتى اليوم يعني الكلام عن انه لبنان غير مهيئ، ولا مره في بلد يعني في عنده حس بالمسؤوليه بيقول انا بدي اعمل حرب. بس السؤال بينطرح بطريقه اخرى، هل لبنان هو الذي يشن الحرب؟ كلا، لانه الواقع الامر هي انه ب 7 اكتوبر اتخذ القرار بارسال حاملات الطائرات وكلها، والعين على لبنان، كانت القصف على غزه والعين على لبنان، ولبنان ما بيقدر كان يكون على الحياد لانه عنده اراضي محتله والمعتدي نفسه وانسانيتنا يعني ما بتخلينا نوقف على الحياد امام هول المجازر وقتل الاطفال يعني امام اعيننا. وبالتالي لبنان ولا مره كان لا اقتصاديا، يعني هل كان مسموح انه لبنان يحصل فيه اللي حصل خلال الاربع سنوات الماضيه؟ الا اذا كنا نحن حضرنا الارضيه بهذه بما سمي بالثوره وغيره في لبنان، وبالتدمير الحاصل كان على المستوى الاقتصادي او تفجير المرفأ وضرب وتدمير كل مؤسسات والمرافق العامة في الدولة اللبنانية، والفراغ الرئاسي والشلل الحكومة. كان الهدف منه هو أنه نوصل لحد هذه اللحظة، لحظة الحرب المفروضة علينا، بأنه نقول نحن غير مهيئين. أيمتى أنت لبنان يعني أيمتى كان جيشه تهيأ لأنه يخوض حرب تحريرية؟ احتلت العاصمة بيروت ولم يستطع الجيش اللبناني أو الدولة اللبنانية من إخراج إسرائيل، يعني خرجت بفعل المقاومة. صحيح، لكن يعني ارتباط الساحات هو أمر يعني لابد منه، مثل ما بيقولوا يعني الأمور في فلسطين مرتبطة بلبنان مثل ما عم تقولي حضرتك، لكن مرتبطة في لبنان وفي مصر وفي الأردن وفي سوريا. صحيح. وفي كل منطقة عربية، لكن كدول جوار نتحدث وكمحور مقاومة برأيك، هل وأين تطمع إسرائيل؟ نعم، هل محور المقاومة يتحمل أن تخسر حماس الحرب؟ لا أكيد لا لا. وحماس أصلا أعلنت انتصارها منذ 7 أكتوبر من تشرين الأول، ولكن إذا ما بدنا نوصل لهذه المرحلة، نحن شايفين الفشل الإسرائيلي والتدحرج الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر، وحين اتصل 4 مرات بالرئيس الأمريكي رئيس حكومة العدو كي يرسل إليه المساعدات والمليارات وكل بالحديث عن الدعم، وكل الدعم بالحديث عن هذا الدعم والشراكة. العدوان الإسرائيلي يحظى بدعم غربي وتحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير جدا، لكن هل تعتقدين أن هذا الدعم يمكن أن يستمر إلى مدة غير محدودة، خصوصا أن الرأي العام هو ممتد هذا الدعم تحديدا؟ نعم. منذ وعد بلفور، من 1919، لكن الدعم، نتحدث عن العدوان الحالي،
الرأي العام حتى في الغرب، كما تحدثت عن خروج مظاهرات مليونية، هل يمكن أن يشكل ضغطا على الإدارات؟ هذا الانتصار بعينه، هذا الانتصار ما نراه في كل العالم، العلم الفلسطيني، ارتفاع العلم الفلسطيني، تغريم أي مواطن على رفع العلم الفلسطيني 150 أورو أو غيره، هيدا انتصار بحد ذاته. هذه من النقاط التي يمكن تسجيلها في طريق التحرير. يعني اليوم المقاومة الفلسطينية لم تعلن حرب التحرير، هي بدء عملية أو عملية لنصل إلى ما وصلنا إليه، لإعادة الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، بالاعتراف بحقه بإقامة دولة، برفع الحصار وفك هذه الآلة. يعني أنت بموضوع الأسرى اللي هن حاطينه من الأولويات بالنسبة لهم في هذه المعركة، أنه الأسرى اليوم قبل هذا العالم أن يسمع ما يحصل في السجون الإسرائيلية وفي حركة الأسير الفلسطيني، ماذا يعانون الأسرى. اليوم أنت عم تشوف التفظيع أمام أعين العالم، تفظيع الإسرائيلي بالوحشية اللي عم يتعاملوا مع الأسرى، والعالم ما تعود، رغم أنه هذه التجارب لكن شهدناها، هذه ازدواجيات المعايير موجودة دائما وأبدا أستاذ سوريا، دائما العالم الغربي منحاز إلى أسرائيل. كان في حتى يعني هذا العالم الغربي، صحيح، بعد عملية 27 صار في أوفر دوز يعني صار في يعني ما بعرف كيف بيترجموها، يعني فينا نقول انه انحياز اكبر وبشكل اوضح وفاضح، انحياز نحو العدو الاسرائيلي. لكن هذا موقف غربي، لنتحدث عن جامعة الدول العربية، جامعة الدول العربية عقدت اجتماع ودعت الى وقف فوري لاطلاق النار. كيف تقيمين مقرراتها؟ هذه الجامعة العربية التي تسأل عنها هي مؤسسة من مؤسسات لحد اليوم، يعني من وقت حرب الخليج لحد الآن نحن شايفين أنه الأمريكان هن الذي يقررون، واليوم بات الكلام علني بانتقال القرار من القاهرة إلى الرياض. فبالتالي أنه هذه الجامعة العربية التي اتخذت قرارات بتدمير ليبيا والعراق وسوريا واليمن، أنه اتخذت قرارات في الحرب على اليمن والحرب على سوريا، كل أنه ماذا أنتظر منها هذه الجامعة العربية؟ يعني هذه الجامعة العربية بعد 36 يوم لا أوعى حدا، لأنه بعد إسرائيل عم بتقول أنها انهزمت أمام ثلة من المقاومين بال2006، واليوم عم تنهزم وانهزمت أمام ثلة من المقاومين بغزة. هم يقولون أنهم لا يستطيعون، لأنه عندهم جيوش وعندهم خردة كتير وعندهم صواريخ وعندهم كل آلات اللي استخدموها، ومليارات استخدمت. يعني وزير خارجية قطر حمد بن جاسم كان خبرنا عن المليارات التي دفعت لتدمير والتهويش اللي عملوه هؤلاء الدول لتدمير سوريا وتدمير لبنان. يعني في له مقابلة مسجلة بال 2017 على البي بي سي، ويعترف فيها كيف تهاوشوا على ليبيا وعلى سوريا وعلى اليمن وعلى لبنان، واللي حاصل بلبنان كله مش بسبب الدول العربية. ما نحن شفنا، إذا بتعبر عن رأيك في لبنان كانت بتقطعوا العلاقات وبيسحبوا السفرة. نحن لحد اليوم شفنا المجازر بالأطفال الخدج وبالأطفال وبالنساء، ورغم هيك الجامعة العربية ما سحبت سفرة من أستاذ سوريا. إيران إسرائيل شاركت في القمة الإسلامية في الرياض، الرئيس نعم. الإيراني زار الرياض والتقى ولي العهد السعودي، نعم. هل يمكن لإيران أن تقدم أو أن تفعل المزيد حيال دعمها لحماس، خصوصا أن هناك بعض الانتقادات أنها لم تقدم الكثير؟
صحيح أن وكالة رويترز ذكرت عن خلافات ما بين حماس وإيران، وصحيح أن الجانبين نفيا هذا التقرير، لكن برأيك معركة طوفان الأقصى هل أبعدت العلاقة، أضعفت العلاقة ما بين إيران وحماس؟ أكيد لا. نحن شفنا ببداية الطوفان شفنا حركة، وحركة وما زالت مستمرة، إن كان من وزير الخارجية الإيراني والرئيس الإيراني، وحركة مستمرة يعني، وحتى أنه كل هذا المحور الذي يتصدى، محور المقاومات الذي يتصدى اليوم للعدوان الإسرائيلي الأمريكي الإسرائيلي، هو كمان حليف لإيران، والكل لا يخفي مدى يعني دعم إيران لهذه المقاومات، يعني حركات التحرر الموجودة بالمنطقة، إن كان في العراق ولا في لبنان ولا في فلسطين أو في سوريا واليمن، هناك دعم وتنسيق بين هذه الدول. صحيح بعد ما طلع صواريخ من إيران، لأنه كمان التدمير والقتل في غزة والعين على إيران أنه لهذا الموضوع، ولكن بعد يعني مثل على طريقة يعني بعد إلى حد اليوم اللي بتحدد المعركة والمواجهة الكبرى هو المعتدي، هو الأمريكي إذا بده يوسعها يعني بالحديث. لذلك نعم. عم نشوف الأمريكي عم يعد الضربات اللي عم يتلقاها في قواعده بالعراق وفي سوريا، وال يعني الإسرائيلي عم يتألم من الضربات التي يتلقاها من جنوب لبنان وحتى من اليمن، واليوم الكلام عن أنه ممكن يصير في تراجع عن هذه الحرب بعد التهديد اليمني بموضوع باب المندب والبحر الأحمر. وبالتالي لا، الإيراني صحيح راح على القمة الإسلامية لأنه مضطر أساساً، شفناه نحن بحركة مكوكية، قطر، السعودية، تركيا، وما وقف يبرم يقنعهم أنه أوقفوا هذه المجزرة، أنه عندكم وسائل لحتى تضغطوا على الأمريكي وعلى الإسرائيلي والفرنسي، وحتى تواصل مع الفرنسي وتواصل مع كل الجهات. نعم. اللي بيقدر بالحديث عن المواقف وردود الأفعال، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم إسرائيل بأنها دولة إرهاب، كيف تقيمين الموقف التركي؟ يعني الموقف التركي هو حسب ما هن خبرونا عنه يعني، وحسب ما ورد بالجرائد، هذا الموقف اللي طلع بعد 20 يوم من المجازر والحرب، الحرب الإبادة التي كانت حاصلة على، في البداية كان موقفه حيادي التركي، وحاول أنه يقطفها بأنه هو الخليفة المسلمين، وهو يعني عمل مثل وقت اللي بدافوس بال2008 كمان نفس الشيء، وعمل الموضوع شخصي لأنه فرض دغري هذا الموضوع، هذا الهيجان اللي كان ممكن يستثمره، وأنه فلتهم على الستاربكس يعني لقيناه للتركي. تركيا ما زالت تستخدم أجواءه لقصف غزة، لأنه الطيران الإسرائيلي بيروح على تركيا لأنه بده مدى وبيقصف غزة. التركي لم يوقف لا شحنات الفاكهة والخضار على غزة، ولا الفولاذ التي تصنع منها، يعني بيقاطعوا ستاربكس بس بيبيع حديد وفولاذ للدبابات الإسرائيلية. لم يوقف أي علاقات مع إسرائيل، وهو قال لن أقطع العلاقات، هو فقط موضوع شخصي بينه وبين نتنياهو. فهيدي الأفلام، وشفناه كيف عم يحرك قواته بشمال شرق سوريا، وعم بيقصف المعارك موجودة. نعم. بإدلب قبل معركة طوفان الأقصى كان مسار التطبيع يسير بوتيرة متسارعة، وكان هناك حديث عن قرب التوصل إلى اتفاق ما بين السعودية والعدو الإسرائيلي. برأيك بعد هذه المعركة
هل يمكن أن نشهد تطبيعاً بين السعودية وبين الدول العربية الأخرى وبين إسرائيل؟ هل يمكن لهذا الأمر أن يتحقق؟ أم أن معركة طوفان الأقصى واحدة من إنجازاتها أيضاً أنها أوقفت مسار التطبيع؟ هي معركة طوفان الأقصى يفترض من النقاط اللي بدها تحققها أن تخجل هؤلاء الدول العربية، وبعد نتائجها وتبعاتها ما شفناها، لأنه هذا الطوفان بده يمتد بتصور على الدول العربية. ولكن بالنسبة لألون هولي هذه الاتفاقات باتت مقدسة، يعني مثل ما طلع أبو مازن يقول تنسيق الأمن مقدس، وبالنسبة لمصر الكام ديفيد مقدس، وادي عربة مقدس للأردن، والاتفاقات الإبراهيمية مقدسة بالنسبة لدول الخليج. ولذلك نحن اللي سمعناه أنه وقفت عملية الإعلان يمكن أو المعلنة من عملية التطبيع بين السعودية وإسرائيل، ولكن شفنا بموسم الرياض حضور إسرائيلي موجود بحاخامات وبتمثيل غيرهم، ودول الخليج بالقمم التي رعتها أنه شو عملت بوقت اللي أطفال الأطباء عم يقتلوا بالمستشفيات، دول الخليج قالت نطالب بهدنة إنسانية، ممرات إنسانية. يعني أنت برأيك بكل يعني ما كانوا عاملين هن تحالف لتدمير اليمن، والطائرات ما كانت توقف على لقصف اليمن وتدمير اليمن، وبعده اليمن محاصر إلى حد اليوم، أنه ما كان فيهم يطلعوا بطيرانهم يمنعوا الإسرائيلي على الأقل يمر من فوق منهم ويضرب غزة، ما كان بيقدروا يفتحوا معبر رفح بالقوة، بالعودة إلى ما كان بيقدروا يقطعوا يهددوا الدول الأوروبية مش بس إسرائيل بقطع إمدادات النفط عنها، ما بيقدروا كانوا يقطعوا العلاقات مع إسرائيل، هني ما وقفوا أي شيء، لا، وعملية التطبيع بعدها مستمرة. توقف لكن بالعودة إلى واقع توقف غزة الإعلان عنها في المملكة العربية السعودية، بس قلت لك موسم الرياض تحت على أشلاء أطفال غزة حاخامات إسرائيل كانوا عم بيرقصوا بموسم الرياض. بالعودة إلى واقع غزة الميدان، أستاذة سوريا، برأيك هل إسرائيل هي أضعف من أي وقت سابق؟ يعني نحن الآن نرى الصورة رغم إجرامها، رغم الدمار، هل نحن تؤمنين بأن إسرائيل باتت في أضعف وقت لها؟ لما بتستنجد بكل هؤلاء الرؤساء بالولايات المتحدة وبريطانيا، بأمها وأبوها وولاد خالتها وولاد عمتها وكلهم أجوا لحتى ينجدوها، معناتها ونحن تحديدا نحن بلبنان ما فينا نحكي عن هذا الموضوع اكثر من اللي قلناه بال2000 وبال2006، اوهن من بيت العنكبوت. وعمليه غلاف غزه، عمليه طوفان الاقصى اثبتت، يعني حتى المقاومه الفلسطينيه حماس عم بتقول والقسام قالتها انه هن ما كانوا متوقعين هيك تسقط بهذه تهاوت المواقع الإسرائيلية، تهاوت لوحدها، وهن أوهن من بيت العنكبوت وقدروا ياخدوا أكتر بكتير من اللي هن كانوا مخططين له بالعملية، إنه 1200 على 3000 أو 30000 الموجودين بفرقة غزة وغيرها من الفرق الموجودة بغلاف غزة. ما فينا نناقش الموضوع عسكريا، بس هي واضح إنه أوهن من بيت العنكبوت، هن فقط يتراقصون على الدم، على دم الأطفال. هن شوف مشهد اللي عم بيوردوا لنا اياه من تهديدات بانه تدمير لبنان ولبنان بده يصير مثل غزه، او انه لحد اليوم بس بيفرجوك كيف عم يكتبوا لنا على الصواريخ اللي بدهم يرسلوها ان كان لنا ولا لاطفال غزه، كيف بيفوتوا على بكل هيك لا انسانيه بيفوتوا بيقتلوا الاطفال، بيتصوروا هن وشيخ عجوز عم يمرروه على الطريق انه لحتى يقولوا للعالم انه شوفوا كيف الجندي الاسرائيلي عم يساعد هذا الانسان على الهجره، وبيرجعوا بيقتلوه بغدر بوحشيه. ف
يعني سؤال اخير استاذ سريع، وضعفه كان موجود. نحن كنا عم نسمع نقاشات بقلب اسرائيل حول انه هن اربع فرق من البدو ومتناحرين فيما بعضهم، وشيوخ، وانه ما بيقدروا يوصلوا اكثر عقده الثمانينات. ثمة انقسامات واضحه في الكيان الاسرائيلي، لكن ما هي الخيارات التي تملكها المقاومه الان؟ يعني رئيس الوزراء الاحتلال يقول بأن غزة ستصبح خارج المعادلة، أن حماس عفوا ستصبح خارج المعادلة في غزة. لا بس هو اللي راح يصبح خارج، هو أصبح خارج المعادلة، يعني كان هو قبله مهدد بموضوع بالسجن، بموضوع الفساد والزعرنة وكل هذه الأمور. اليوم صار أكثر، صار قاتل الأطفال، شوه سمعة إسرائيل. يعني أنت بالغرب قبل 7 أكتوبر كان كل العالم عم بيقولوا لك أنه الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وأنه هيدا أنه أحلى بلد، والسياحة والاستثمارات والتكنولوجيا، وأنه هن متفوقين حتى بموضوع الكورونا وكيف قدروا سيطروا على الموضوع. وهيك اليوم هن صورتهم فقط قتلت الأطفال، قتلت الإنسانية، وحوش بالنسبة للعالم كله. شوف هيدي المشاهد اللي عم نشوفها، إن كان بالهند ولا بأمريكا ولا بغيرها، أنه فقط أطفال، أمهات وأطفال حاملين أطفال أنه مدمات من هذا قاتل الأطفال الإسرائيلي. وبالتالي أنه الذي سيخرج من المشهد السياسي أو الوجود هو نتنياهو أكيد، وحكومته العنصرية الفاشية النازية، يعني أكثر من نازية، كل الصفات، كل الصفات المتوحشة. أنا بدي أتشكرك على هذا الحوار، بدي أتشكرك على كل المعلومات. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام هذا الحوار. خلينا نختم بموضوع المقاومة. لا، الخيارنا نحن في هذه المنطقة فقط أن نقاوم، وهذا اللي عم المشهد اللي عم نشوفه، إن كان بغزة أو بالإجرام اللي حصل بعيناتها بجنوب لبنان وعلى الأمبولانسات وعلى المستشفيات، هيدا بيخليك إنه ما عندك خيار آخر في المنطقة إلا أن تقاوم حتى تبقى وحتى تتحرر. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام الحوار. شكرا لكم على متابعتكم.